والله العظيم لا يقول لي اياها بس صبر على شويه لا هذه شيء هي شيء وقف قلتوا على خليتوا جوا ربنا حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم وحتى نعرف رأيكم بالمواضيع اللي نطرحها. بداية نحب نذكر السادة مشاهدين أنه احنا عندنا تردد جديد على قناة الرافدين لقناة الرافدين على مدار القمر نايسات 10727. أتمنى تدخلون هذا الإعداد على أجهزتكم الخاصة أو في أجهزتكم الخاصة حتى نظل مستمرين وياكم 24/24. أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على أرقام البرنامج، أرقام الاتصال تشوفوها أسفل الشاشة راح تظهر عندكم هنا. بالنسبة إلى الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها حاليا ذني مخصصة إلى داخل وخارج العراق على حد سواء، تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام. أما هذا الرقم غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل أي اتصال، يعني تدقون ودقتكم بوش ما يطلع يمي، فلا حد يزعل من أدنى إذا تدقون على هذا الرقم وما نستقبل اتصالكم. أما الرقمين الأخيرات اللي تشوفون ذني رقمين مخصصات إلى داخل العراق، أي شخص داخل العراق يقدر يتصل بينا على واحد من هاي الأرقام ونسمع آراءكم إن شاء الله. إحنا نعرف الإنسان ليش تموه إنسان، ينسى مفاتيح، ينسى جزدان، ينسى تليفون، ينسى معاملة، ينسى مراجعة، ممكن ينسى طيارة إذا يريد يسافر. بس ما سمعنا بيوم من الأيام واحد نسى ولده، ولا سمعنا بيوم من الأيام إنه واحد نسى أخوه أو أخته أو أبوه أو أمه. ما ينسون، بس بالعراق ما شاء الله اكو مدرسة اسمها الابتكار، ابتكرت لنا شغلة جديدة يعني بال2020 قبل ما تنتهي ال2020، هي اسمها ابتكار. بعد اطفال ابتدائية تسد الباب عليهم وتقفل الباب ويروحون المعلمين، لا مدير يباوع، لا معلم يقول طلابي وين، فراش أدري بالمدرسة ماكو يقولهم يابا أكو طلاب جوا ويفتح البيبان ويقولهم روحوا لأهلكم. المشكلة أنه تبعات الحادث ورا مراحة والأهالي كسروا الباب وكسروا القفل والجهال يتباتشون جوا وطلعوهم، وصارت شكاوي على هذا الموضوع. سمعنا آراء أن تقول إنه الحكومة راح تعاقبهم، راح تبطلهم. بالله هذا الطفل، يعني بهذا الفيديو اللي تشوفوه هنا هسه هنا، هذا الطفل اللي قاعد جوا المدرسة ومحبوس، هذا شلون راح يوثق بأستاذ؟ بعد شلون راح تصير عنده ثقة يعوف البيت ويطبل المدرسة مرة ثانية؟ شلون راح تقدر تنسي هاي الخوفة اللي خافها؟ ويقولون جتي مديرة المدرسة وعلى أساس راح يحاسبوهم وتصير مجموعة إجراءات، اكتفوا بس بنقلهم. عيني باشا أبو التعليم بدياله من نقلتهم لغير مكان، حتى لو كانت منطقة نائية، اللي هناك بذيك المدرسة مو أطفال، المديرة ولا المعلم ولا كائن من يكون بهاي المدرسة،
من نقلته إلى مدرسة ثانية وما اتخذت بحقه أي إجراء، ما احتمال ينسى طفل ثاني هناك. أريد أسأل سؤال واحد بس، هاي الحادثة اللي دا تشوفوها هسه بصفي، طلاب ابتدائية محبوسين بمدرسة والمدير ماك أو المديرة هي، ومعلمين طالعين والفراش ماكو، وحاطين قفل على الباب، وجايين الأهالي بشاكوش دا يكسرون القفل دا يطلعون ولدهم اللي كان نسوا لي باكر لحد ما تفتح الصبح المدرسة وتلقي الجهال جوا. طبعا هي مستحيل تصير، لأن أهالي راح يسألون ولدنا وين، وأول مكان راح يروحوا للمكان اللي هم كانوا بيه اللي هي المدرسة، وراح يشوفوهم، مستحيل يبقوهم. هذا تصرف طبيعي إلى أي أب وأي أم. بس السؤال يعني المديرة وين كانت؟ يلا 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 قفل الباب ثم الله وراحت لأهلها. المعلمين وين كانوا؟ معلم هذا الصف بالذات وين كان؟ فراش المدرسة وين؟ وعيني انت ابو التعليم اللي بدياله، او ابو الوزارة، لما اكتفيت بنقل الاساتذة والمديرة الى مكان اخر، ولنفرض الى ابعد نقطة بالعراق، شنو يعني؟ يجيك واحد يقول لك شنو يعني؟ عادي، أنا فلان نسى ولد ونقله، ما كل شيء ما سوى له، يسوي اللي يسوي بأي مدرسة، ويقول لك شنو يعني ينقلوني خي ينقلوني. يعني والله عظيم أنا من الصبح شايف هذا الفيديو وليس ما دا أعرف أعبر عليه. طفل، ذولا اللي هم ورود العراق، براعم العراق، ذولا هم بنات المستقبل، ذولا هم شجرة المستقبل، ذولا هم اللي احنا لازم نعتني بيهم، ذولا اللي احنا لازم نقدم لهم كل شيء، ذولا اللي احنا لازم نوفر لهم كل شيء، ذولا اللي احنا لازم نهتم بيهم حتى باكر عقبه يطلع منهم الطبيب، ويطلع منهم الطبيبة، وتطلع منهم المهندسة، ويطلع منهم المهندس، ويطلع منهم المحامي والمحامية، ويطلع منهم الضابط، ويطلع منهم الجندي اللي دافع عن هذا البلد، ويطلع منهم الفلاح اللي يزرع هذا البلد، ويطلع من عندهم البنا اللي يبني ويعمر هذا البلد. هم ذول اللي راح يجون ورانا. انت بعد بداية حياته حبسته بمدرسة وقلت له ثمان لا ورحت وخليته يتباكي، وتجي تقول لي انا راح اعاقبه انقله لغير مكان. اصراخ الاطفال هذا ما خلاك تغلي من جوا ابو مديرية التعليم محافظة دياله؟ محافظة دياله هذا الفيديو من شفته ما خلاك تحس انه اكو غلط كبير ولازم انه انت تحله؟ وتتوقع انت من نقلت المعلم الغير مكان الاهل راح يسكتون؟ ابو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك الله استاذ افل. حياك الله اخوي، وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهدين قناة الرافدين. حياك الله يا غالي. حياك الله استاذ افل. استاذ أفل، احنا بالنسبة للعراقيين ومن 2003 ولحد الآن، يعني الإهمال ليس بالمدارس، وليس انه يكون يعني على ناس مسؤولين، وما موجودة أدنى قيادة اللي في معظم الحياة اللي عاش المواطن العراقي، وكان يوجد في إهمال في نقص إذا كان من دوائر أو محافظاتنا المنكوبة، وحاسبت هاي الحكومة على ضوء خلال ناس اتقصدوا في عمل خاطئ حسبتهم وبينت القانون ووطاهم للقضاء وسجنهم او اي امور كانت. هاي الاعمال اللي صارت بديال الاستاذ ناسين الطلاب اللي بالصفوف، هذه اعمال ممكن نكون يعني متقصده استخواف الطلاب، جائز يكون يعني حتى ما يداومون، فيصير عندهم رعب الطالب. يعني عندنا بالعراق في المرحلة الابتدائية للأسف اللي قاعد نشوفه أستاذ، يعني غير الطالب اللي كان عايش قبل السقوط، يعني كان الطالب الاهتمامه بدوره بتعليمه، كان الأمور متوفرة له، يعني الطالب من يروح للمدرسة يكيف يكون فرحان،
شايف جنطة المستلزمات اللي تقدمها الدولة شالت بالطالب يعني من الكتب والدفاتر والقرطاسية ويعني حتى الأطعمة اللي كان يوفروها إلى. فكان عندنا الطالب اللي كان يحس بالسعادة يحس بالارتياح بالمدرسة. الآن هسه الطالب يعني هاي أبسط ما يعني الإنسان العراقي اللي يعيشه خاصة الطفل يعني يحس بخوف المدرسة بيحس بأساتذة بعض الأساتذة يستعملون الضرب بعض الأساتذة ما يفهمون يعني ما يفهمون الطلاب بصورة صحيحة وما يقدرون يفكرون الفكر اللي ممكن أن يكون إلى الطالب العراقي إلى مستقبل الأساس المستقبل هي المرحلة الابتدائية. فكل هاي الأمور اللي ما ممكن إلى محاسبتهم المدرسين أو بعض الأساتذة أو بعض المدراء اللي صاروا يعني تجاوزوا أحدهم عن الطلبة فهذا يشكل عندنا سبب يعني سبب تخلف سبب جهل سبب يعني حرمان الطلبة من يعني من كأب ثاني للمجتمع يعني يخلي فد أجيال تقدر تخلقها المجتمع المدرس. للأسف كل هاي الأمور انفقدت من 2003 ولحد الآن. فالإهمال موجود بكل شيء أستاذ أفل يعني في المدارس البنى التحتية المصانع المعامل النازحين اللي صاروا سنين اللي ما حد ما وصل لهم ولا حد ذكرهم يعني مهملين جدا من قيادة أو من حكومة الخضراء وليس هي قيادة بل مجموعة ميليشيات وعصابات اللي تقود البلد. ما هو القيادة اللي تحاسب على هاي الأمور اللي صارت يصير القتل اللي قاعد يصير عندنا بين فترة وفترة التهجير اللي قاعد يصير المتظاهر اللي يطلب بحقه يرصد ما يكون اللي ماكو إلى حماية ويفوتون الأحزاب ويقتلون يعني هذا هم إهمال يعني من الحكومة إذا وجدت حكومة. فكل الإهمال اللي موجود بالعراق سببه انه وصل يعني مرحله ماكو انسان يامن بنفسه بحياته حتى الطفل اللي قاعد يروح مدرسه ما مأمن نهائيا من قبل المدرسين ومن قبل حتى الشارع اللي يمشي به يعني اكو مدارس تفيض يعني ما ممكن انه هاي المدارس لازم يوجد انه من التربيه او يعني من جهات عليا تسوي لهم فد منفذ فد طريق فد معبر يعني احتراما لهذا الطفل يعني طفل عمره 5 سنين 6 سنين يعني من دي يروح المدرسه ورجينات طامسه بالماي او من يشوف هذا طيب من يشوف هالماي والفيضانات او قاعد يطب بغرف بارده ما بيها تدفئه زين بالصيف ماكو بنكات زين الطالب بعد شلون إله يشجع ويعني يحب الدراسة ويحب أن يواصل بيها. فدائما الطلاب أستاذ من هم ابتدائيتهم يهربون من المدرسة يلجؤون إلى أمور يعني غير صحيحة يعني هزيمتهم من المدرسة وما يروح المدرسة ويقعد يرجع العمل يرجع تلقاهم بالترفيك لايتات موجودين تلقاهم في عدة أماكن. هذا دلالة عن الفساد اللي صار بينا من 2003 ولحد الآن. طيب هذا الجيل اللي هو صار من بداية 17 سنة لحد الآن اللي ما شاف من عدة لا راحة ولا شاف حكومة اللي تقدم لهذا الشعب العراقي يعني عندنا هسه وصل للطالب من 2003 لحد الآن خريجين وصلوا قاعدين شهادات عليا ماكو لهم اي تعيين ماكو لهم اي وظائف. طيب هذا الطفل من بيشوف ديباوع اللي اكبر من عنده وصل هالمرحله هذه احتياجي راح يقول انا دا اشوف اللي وصلوا هسه ما من لقوا اي شيء ما لقوا اي تخرج قاعد يهانون ويضربون من قوات الاحزاب وقوات الحكوميه اللي قاعد يشوفه يعني هذا اهمال. فالطالب احنا هنا يعني من بيشوف هاي الامور ما ممكن يصير عنده شجاعه ما ممكن يصير عنده حب ولاء الوطن وما يصير الا وطني. هذه خلقه هذه الحكومه يعني داسه الوطنيه اللي موجوده بروح العراقيين. الوطني الانسان لازم يكون حبه على بلده حبه على قاعه حبه على كل شيء. لكن الجماعه موجودين عندنا في سلطه الخضراء اذا اي مواطن يطالب بحقه فهذا قتلوه يطلع يريد خدمات هذا قتلوه يطلع يريد يعني يريد تعيين يا باني متخرج وانا هاي شهادتي خلوني في مكانه انه اخدم بلدي اخدم بلدي. هم يعرفون كل زين ما عندهم اي مصانع وماكو عندهم اي شيء
فيخلون من جماعتهم وربحهم يعينيهم. اما يعني حتى اللي متخرجين وما متخرجين انه عينهم، لا والله العظيم ناس جهله لا يعرفون القراءه ولا الكتابه، ويخلوهم من سلطاتهم من ربحهم اللي قاعد هسه الفساد اللي قاعد يصير في كل الامور الحياه اللي قاعد نعيشها، العراق اللي قاعد نعيشه. لولا الفساد اللي بيصير من عندنا والاهمال ما وصل الحال العراق الى هاي المرحله. هسه لو تلاحظ العراق ماكو من عند اي شيء، ماكو عنده اي تقدم، ماكو عنده اي بناء، ماكو عنده اي صناعه، ماكو عنده اي فكر. فقتلوا هاي الافكار العراقيه، الناس اللي تحب تتقدم ما تحبها. هم بس غرضهم كلهم سرقه المال العراق، ووصلوا بانه مرحله يعني رواتب ماكو، كل هاي الامور اللي خلوا العراق على الارض. يعني استاذ أبد يعني احنا ليوين بعد يوصل بينا، ليوين يوصل بينا من فساد هاي حكومه سلطه المنطقه الخضراء. والجاي ممكن راح يكون أسوأ اذا ما بقينا ساكتين بهاي الحكومه. يا شعب العراقي، يا شعب العراقي، انتوا قاعد تشوفوني، اتمنى الشعب العراقي كله ينهض، لانه يا اخوانا يا ناس، ده يوم عن يوم بيزيد السوء بينا. يوم عن يوم. شكرا جزيلا لك ابو عمر لانضمامك لنا بصوتكم واعطائك هذه الكلمه. طبعا اذا نريد نقيم واقع التعليم بالعراق، ابو عمر ذكر مثلا الطين بالشارع والمي الفيضان والطرق الوعره، وذكر المدارس التعبانه والمدارس الطينيه والمدارس اللي ما بها احتياجات، اللي هي الرحله او الصبوره او الطباشير او الكتب او حتى البنكه وحتى الصوبه بالشتاء بالفصل المدرسي. هاي كلها من وسائل راحه الطالب، حتى وسائل الايضاح ووسائل التعليميه، هاي من المفترض على الحكومه ان تفكر بها. لكن اذا نجي على العالم شلون يفكر، ونطب على مثلا اليونيسيف ونقرأ عن قضية التعليم، تقول يجب على الدول أن تهتم اهتماما كبيرا في مجال التعليم في مراحل مختلفة، انتهاء بالدراسات والبحوث والتأليف والدوائر، وابتداء من الروضة والابتدائية، وأن تضع قوانين صارمة على التعليم الإلزامي وعلى الحد من ظاهرة التسرب من المدارس، وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة وضع الطالب وتبني وضعه في حالة عدم تمكنه في البيت من متابعة استمراره أو عزوفه أو عدم رغبته في التعليم، ناهيك عن إعادة النظر في أساليب التعليم وتحديثها بما يتناسب مع مستوى التقدم في العالم وطبيعة المجتمع. إضافة هنا خلوا عليها ألف خط، إلى كسر طوق الخوف لدى الطلاب وزرع روح التعايش بينهم بعيدا عن العزلة والتفرقة والكراهية، فكل المواطنون هم متساوون في الحقوق والواجبات، إضافة إلى الاهتمام برعاية الطلبة صحيا ونفسيا. مديرة المدرسة اليوم من قفلة الباب هي والمعلمين والفراش، وكائن من يكون موجود بهاي المدرسة، كائن من يكون ومن يتبع هم يعني، ومنو ساندة زراعة الخوف بنفوس الطلاب والطالبات، خليتهم هسه ببيوتهم يتراجفون من المدرسة. ثالثا هذا طفل، والطفل من المستحيل أن يعبر بصورة صحيحة إلى أهله أو إلى أي أحد. زرعت بنفسه عقدة هذا الطفل اللي انحبس بمدرسة. دول العالم المتقدم هسه والمتطور، دول العالم الأول، بما أنه إحنا بالعراق درجة ثالثة أو دول عالم ثالث، الأب اللي يضرب ابنه أو الأم اللي تضرب بنتها والدولة تدري بيه أو أحد يشتكي عليه، يأخذون الولد من عنده، يقولوا له أنت ما عندك، ما لك حقية في تربية ابنك. واحنا مدارسنا ما شاء الله، أرد أشوف بالله الأمم المتحدة من تشوف هذا الفيديو إيش راح تقول. وجنة هنس بلاسخارت بدال ما تروح تغازل الحكومة وتغازل الميليشيات وتغازل اللي دا يصير بالعراق، أرد أشوفه من راح تشوف ذول الأطفال إيش راح تقول. يمكن راح تجينا المحكمة الاتحادية وتقول عادي حالة وتصير، خليهم يتعلمون. أدري هم طلاب ابتدائية لو طلاب قوات خاصة، أنا أريد أفتهم يعني حكومتنا اللي الرشيدة، خليني أقول من قاعدة تتعارك على الانتخابات، وقاعدة تتعارك على رئاسة وزراء، وقاعدة تتعارك على الديون، وقاعدة تتعارك على المناصب، وقاعدة تتعارك من تقيل ومن تبقي،
ذولا شويه فكروا بيهم اللي طلعوا هسه بالشاشه، فكروا بيهم شويه، فكروا بهذا الطفل، فكروا بهذا الطفل اللي فك عينه على الدنيا ما شاف شيء، ما شاف شيء اسمه عراق، لان ماكو. تردون نحكي على واقع التعليم؟ ما شاء الله هواية اكو. اذا اريد اقعد اجمع على واقع التعليم بالعراق فيديوهات يحتاج لي مو حلقه، يحتاج لي اجير القناه عشرات الحلقات وعشرات الايام. من الفيديو مال الكتب والمناهج المدرسيه اللي لقوها بالزبل، من طرق التعليم التعبانه اللي تصير بالعراق، من الفيديوهات اللي طلعت الى تعذيب وضرب الطلاب بشكل مهين. اتصال من عمان، ابو راشد حياك الله. ابو راشد قناه الرابطين المحترمه، حياك الله يا اخوي. شدنا موضوع اليوم الحلقه طال عمرك، بالخصوص انا ادعو الشباب طال عمرك طلبه من الجامعات الى رياض الاطفال في التظاهر يوم الجمعه، لذلك حسب ثقافة المجتمع العراقي، لأن كان بلد الرافدين وهو بلد الحضارة والتقدم زين والتعليم والثقافة. أما بما يجري في العراق في هوا كله تعال. نعم ألو، وياك وياك أبو راشد. انقطع الاتصال يا أبو راشد. شكرا شكرا جزيلا لك. زين، إضافة إلى قضية وزارة التربية، أولا أنت اسمك وزارة التربية، تربية تربية مثل ما ربونا أهاليتنا ومعلمينا. المعلم مربي والمدير مربي، قبل ما يكون هو مدير وبمنصب بالمدرسة وشايل العودة ويضرب بالطلاب، خلي تذكر أنه هو مربي. وخلي تذكر وزارة التربية ووزير التربية أنه وزارته اسمها تربية، فأنت لازم تعلمهم الصح من الغلط. وإذا نريد نطلع الفيديوهات اللي طلعت بيها فضايح وزارة التربية والمدارس العراقية، من طلاب يدخنون بالفصول المدرسية، من طلاب 80 و90 و70 طالب قاعدين بصف واحد وعلى القاع، من قضية عدم الالتزام الأخلاقي ما بين المعلم والطالب، من قضية عدم التزام الطفل بالمدرسة، قضية عدم حب الطفل العراقي بالدراسة، هاي كلها أنتم مسؤوليتكم. أبو علي من واسط حياك الله. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور قناة الرافدين. مساء الانوار اخوي العزيز. صراحه يعني احنا ما نعاتب الموجودين بالسلطه بالعراق الان، لان اللي يبيع وطنه ويبيع ارضه اكيد راح يبيع اجيال العراق. لكن رغم كل اللي صار، اعتقد انه طلاب العراق ثبتوا بثوره تشرين انهم مهما صار بيهم، مهما انه ما عندهم تعليم صحيح، المدارس يعني لحد الآن أعتقد يمكن كم دولة بأفريقيا هم اللي مثل مدارسنا، من تصير الأمطار يغرقون، الحر ماكو مراوح، بالشتاء الجام مكسور وبرد. لكن كل هذا ومسيرة التعليم موجودة بالعراق بعزم الطلاب يعني والأهل، يعني لا حول ولا قوة. لكن شفناهم من صار ثورة تشرين طلعوا، مو طلعوا حتى يصححون التعليم او يصححون الخدمات الموجوده بالتعليم، لا، طلعوا نصر للثوار اللي يردون الواقع السياسي. يعني العراق يعني اعتقد اخر عهد به مر على حسب التعليم الموجود اليوم. اعتقد احنا بالامطار شفنا شلون اكو طلاب غرقت طاحوا بالمجاري، لان الشوارع خلاص المدارس وقفت اساسا. يمكن هذا احنا بالعراق عاشنا يمكن بالاربعينات او بالثلاثينات، لكن بعد الموازنات بعد الحكومات يعني النظام الملكي والجمهورية بعدد أعساء يعني أعدادها، لكن العراق لم يشهد مثل هذا الأمر، ما شاف هيك تعليم وصل إلى حد مستوى أنه الطلاب يقعدون بالقاع حتى يدرسون، المدرس لا حول ولا قوة. يعني ما يعني هل أنا يعني أنا ما أسأل الحكومة، ما أسأل الأحزاب الموجودة، لكن أقول أعضاء البرلمان، يعني أطفالكم يدرسون مع هذول الأطفال لو لا؟
يعني تخيل ينسون الطلاب ويمشون، وين صارت هذه؟ انت الفراش الموجود ما ارتضيت على المدرسة؟ زين انت يا مدير المدرسة المفروض انت يعني انت ابو هذه المدرسة، المفروض اخر واحد تطلع انت وتفطر على الصفوف وتطلع. يعني هسه اذا هذه نسوهم يعني ما ادري شو يصير بالمدارس الباقية. اكو بعض امور تصير احنا ما نقدر نذكرها لان يعني ما متأكدين منها، لكن على هذا الامر ينسون طلاب. وهسه جاي اشوف شو اسمه الشاطئ الاحمر ما ادري شنو هي طين، وين قاعدين احنا؟ هي هاي اللي دارد اقول لك اياها ابو علي، بس ما اريد اقطع يعني كلامك يعني. يعني انت قلت لي اتوقع اكو بعض الدول بالعالم يعني حالهم مثل حال العراق، صدقني ماكو، لانه احنا بال 2020 بالقرن الحادي والعشرين بالعراق اكو مدارس صينيه. يعني الطلاب جاي يعني على قولت لازم يمشون بطين ليش؟ معقوله الدوله احنا هسه اروح لاي واحد اي واحد يعني حشاكم انتم ما يستهم كل شيء، قول له موازنه الدوله 120 مليار وعندنا مدارس طين، شو يقول لك؟ راح يشدك، يقول ما معقول هذا الحكي. لكن يعني شو نقول يعني والله يعني اسف يعني ايش نحكي يعني ايش ما يعني على قولة المصري يقول الضرب بالميت حرام. هذول ناس ميت ضميره، ميت الانسانيه عنده، ميت الغيره عنده، ما اللي ما عنده غيره على وطنه ترى ما عنده غيره على يعني الغيره هي فوق الوطن اعلى شيء. بعدين تنزل العائلة وتنزل كل شيء، لكن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم شكرا سيدي. شكرا سيدي. شكرا لك ابو علي. علي من بغداد حياك الله يا علي. علي انقطع علي ويانا، اتمنى ترجع لنا يا علي. صباح من بغداد حياك الله اخوي. السلام عليكم اخ افل، رحب بكم بقناتكم الكريمة. حياك الله اخوي العزيز. طبعا اول شيء نريد نسال احنا مثل وزاره التربيه اللي هي معنيه بهذا الموضوع، يعني هاي المناهج، اولا المناهج اللي يخليها اللي الاهالي ما يقدر يحلون المناهج هاي، يعني كلش صعبه المناهج على الطلاب المرحله الاولى والثانيه، مين جايبيها ما حد يعرف. واحنا نعرف ان الحكومه العراقيه متقصدين هذا الشيء، تعطيل التعليم بالعراق سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. نعم. مقصودة، لأن هاي عجلة التعليم من نقارنها بالنظام السابق الوطني السابق قبل 2003 اللي كنا احنا نعتبر يمكن الأول بالشرق الأوسط بالتعليم، سواء ابتدائي قضينا على المحوة الأمية، التعليم وزارة التعليم العالي، البعثات اللي تجي للعراق تدرس كلية وتدرس ماجستير ودكتوراه، احنا كنا الأول بالشرق الأوسط بالتعليم بالرغم من الحصار الجائر اللي فرضوه هم نفسهم اللي كانوا يسمون نفسهم معارضة من حزب دعوة وغيرها وحزب إسلامي وذول اللي كلهم الإسلاميين. حاليا 17 سنة دخلنا على 18 هم يحكمون البلد، وين وصلتوا التعليم والتربية؟ يعني لا مدرس قلبه على الطالب شلون ياخذ يستوعب المادة، ولا حتى الوزارة مهتمة في بناء وتجديد المدارس القديمة اللي انتهت يعني صار لها اللي شيدها النظام السابق. ماكو مدرسة عندهم نموذجية أو مدرسة واحد يفتخر بها بكل المناطق بكل المحافظات الجنوبية والغربية وغيرها، ما عندنا مدارس. وحتى إذا بقت مدارس من مناطق السنة فمطرقة داعش ومطرقة الحشد اللي يسمونه حشد المقدس دمرهم هاي المدارس وفجروها وما ظلت عندنا مدارس يدرسون بيها. فشوف هسه الحالات اللي جاي نشوفها، الطلاب شلون يروحون الصبح ويرجعون المدارس والشوارع كلها طين وسيان، شلون يتعلم هذا؟ شلون يتعلم؟ وين وزير التربيه؟ وين رئيس الوزراء؟ وين المرجعيات اللي مرجعيه النجف اللي بالجمعه تخبصنا تحكي لنا على الوضوء ويحكون على كيفيه الصلاه ومدري حلال وحرام، وناسين وزير التربية ورئيس الوزراء وكل الحكومات المتعاقبة ما أنجزهم فتشي لوزارة التربية والتعليم العالي واحد يفتخر به. وصدقني كل أهل العمائم والسياسيين السنة والشيعة والبرلمانيين والوزراء أولادهم ما يدرسون بالعراق نهائيا، ما يدرسون. يعني نحلف لك يمين أن أولادهم كلهم تلقاهم بأوروبا وبعمان وبدبي وبغير الدول المتطورة يدرسون، لأن ما يشرفهم يدرسون بهيج مدارس فاشلة، وهي مدارس فاشلة وفشل من رئاسة الوزراء يعني. نعم. لا المالكي ولا العبادي ولا عادل عبد المهدي أنجزهم شيء يفتخر به لوزارة التربية وكل الوزارات طبعا نفس الشيء، بس موضوعكم على وزارة التربية
فصارت اكو حالات ثانيه هي حالات التعدي على الكادر التدريسي من قبل اهالي الطلاب. صارت عده حالات، انا اعرف حاله يعني تلميذ يعني مسيء جدا، فابوه وين؟ بالعصائب. فابوه بالعصائب، لا المدير يقدر يحكي وياه ولا المعاون ولا المدرس، وصارت مشكله هو واحد المدرسين، يعني ما قدر بالقوه يفك نفسه. وهاي المشكله ما صادت بها مجلس تحقيقي في سبيل وزاره التربيه، تعرف اكو هيك حادثه، يعني يخافون. وعندنا الاف مؤلفه ومئات الحالات التعدي على الكادر التدريسي سواء معلمين ومدرسين واداريين، ما الدوله ما تقدر تحميهم، ما تقدر تحمي المعلم، ما تقدر تحمي المعلم من بطش هاي الميليشيات السائبة اللي هي مستلمة زمام الأمور. لا يخلون ناس مقاولين يبنون، ولا يخلون وزارة إسكان وتعمير تبني، ماكو، كل فساد بفرهود بغيره. فهاي شوف هسه العطلة مال وزارة التربية كلها بسبب الوزراء اللي تعاقبهم على وزارة التربية ورئيس الوزراء والمعممين سواء كانوا سنة أو شيعة، هم همين لهم ضلع بالموضوع. لا. لأن هم لازم بخطبهم بالجمعة يقولون للناس، للحكومة، يوجهون رسائل للحكومة، أنتم ما جاي تسوون شيء. هاي المناهج اللي جدا صعبة على الطالب شلون يستوعبها، مناهج يعني ما أنزل بها من سلطان، يعني حتى يعني ضد الإسلام وضد مبادئ الإسلام، يعني في سبيل يعني شغلة عنصرية وشغلة طائفية بالمنهج موجودة. يعني وين كان قبل احد يقدر يحكي بطائفيه او عنصريه وكان التعليم درجه اولى؟ شنو اللي فرقتوا انتم؟ سويتوا انتم؟ هذا هسه الخيسه للمدارس وغيرها. حتى قبل كنا نتذكر احنا بالثمانينات تغذيه كانوا يعطون للطالب يتريق، يجيبوا له مواد، فيتامينات، شغلات، افطار يجيبوا لهم. هسه هاي كلها نسيت، انتم جيتوا من اوروبا وكنتوا معارضه باوروبا، المفروض تنقلون فكره التطور باوروبا للعراق، انتم رجعتونا ألف سنة لي وراء. وإحنا نعرف مقصودة بسبب شنو؟ أن السفير الإيراني وقاسم سليماني وجارة السوق إيران ما تريد العراق يتطور بالتعليم، ولا تريد شبابنا وأطفالنا يتطورون. والدليل، هذا الدليل، جاي يشوف العالم والأهالي يشوفون شون يروحون أولادهم يجون ويتعبون عليهم ويدرسوهم ويدخلوهم كليات ويتخرجون وتعيين ماكو. ليش تعيين ماكو؟ هم يريد يرجعون العراق الميسا ورا ورجعونه. جارة السوق إيران إلها ضلع في تعطيل التعليم بالعراق. بس شوف المحوة الأمية، شاب مش كبرة وش عرضة، لا يعرف يكتب، املاء غلط غيره، ويقول أنا خريج. ليش؟ لأن ماكو تدقيق عليه خلال هاي 17 سنة اللي راحت وأثرت هي على عقل الطفل وعقل الشاب العراقي. هذا كله تخلف، هذا تتحمل الحكومة ويتحملون اللي يحشون بالدين. نعم، شكرا لك اخ صباح. حميد بن السماوة حياك الله يا حميد. حميد، ابو عباس من طويريج حياك الله يا ابو عباس. مرحبا استاذ عمر، حياك الله اخويا. استاذ عمر، اقدر انا في الجزيره الداخليه من قناتكم. انت على الهواء اخويا العزيز. ايه استاذ عمر، الله يساعدك. هلا بيك اخويا، انت على الهواء، تفضل. نعم ويا. نعم اخويا، تفضل. عيني سيادة وزير الداخلية الله يرحم والديك. نعم. وزير الداخلية الله يرحم والديك. تومينا شارع وين معطور شكلات بطواريز بالآلات. نعم. والمجادية بالمئات. نعم. نعم. شكرا لك ابو عباس. ابو عباس من اهالي طويريج وجه رساله الى وزير الداخليه، نتمنى يسمعك ويجاوبك ويستجيب لك. مشاهدينا الكرام، برنامجنا مستمر وبفاصل قصير ونرجع لكم.
وبعيش مدرسة وبعيش مدرسة في الشفتات ثلاث مدارس اعتبر ثلاث شفتات هاي مدرسة هاي زهراء ما شوش هاي شرفة حسنة حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم. يعني هذا واقع الحال اللي نعيشه بالعراق، هذا واقع الطلاب بالعراق، يمشون بالطيانة. طالب بدال ما يفكر بدرسه وبامتحانه ويفكر بالمادة اللي درسها ويفكر بالدرس ويفكر شلون ينجح ويفكر يصعد من الأول للثاني ويفرح من الثاني للثالث، تمطر الدنيا يقول لا يا بابا هم راح أروح حذائي يتوسخ ولازم أكف بنطروني وما أعرف أمشي لو ما أقدر أمشي، لازم أدور لي سياج أعبر عليه. أبو حسن من بغداد ويانا، حياك الله. أبو حسن، أبو نسيم من كركوك، حياك الله. أبو حسن انقطع. أبو نسيم، السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. أود أشارك بالبرنامج. وأنت على الهواء مباشرة، تفضل أغاتي. بالنسبة لموضوع المدارس، أيه، يعني أنا بس أريد أعرف يعني هالمدرسة اللي محجوزين بها الطلاب، نعم، يعني شنو السبب مثلا المدير طلع وناسيهم لو ما عارفيني ليش هالشكل؟ والله يا أخوي أنا لو أعرف أقول لك، بس يعني إذا أريد نصنف على الموضوع أقول لك ناسية الجذرية بالبيت ورايحة على السريع لا تحترق، والله ما أدري ليش نسيتهم. ويا يا ابو نسيم؟ الو نعم وياك وياك نعم. اي عيني. والله ما يصير هالشكل، خاصة هو طالب امانة يم المدرسة ويم المدرس. نعم. فلازم يحافظ عليه، يعني انا حسب رأيي اقول من ولي الامر يدز ابنه على المدرسة. نعم. فلازم على المدرس او المعلم انه يحافظ على هذا الامانة، لانه اكو ثقة. نعم، يعني اكو ثقة بولي الامر يعني حتى يدز ابنه على المدرسة حتى يتعلم حتى يدرس ومو تنسجن يعني هذا السجن، فما يرهم هذا الشغل، يعني ما يرهم الشغل. نعم. شكرا شكرا جزيلا لك ابو نسيم. ابو حسن من بغداد رجع لنا، حياك الله يا ابو حسن. السلام عليكم اخويا فهد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي يقول لك العلم نور والجهل ظلام، هذول أصلاً هم ظلام للعراق. ثانياً هم أصلاً ما متربين على مود يربون أجيال. آية اثنين، العراق كان سابقاً يعني مثل ما ذكر أخويا صباح الأمور كانت غير شكل، يعني كان أكو علم، بالعلم ترتقي الأمم يعني بها الأمم يعني، بس هم دولة هم جايين ظلامين. واحدة اثنين، هم جايين اعداء للشعب، شلون يبنون دولة وشلون يبنون جيل؟ ولذلك تلقي المدارس صينية والميزانيات مال وزارة التربية خمطوها الوزراء وغيرهم اتباعهم، يعني بيو مدارس صينية، تعليم ضعيف، مناهج تعبانة. زين هم دولة لما يجون يبنون بلد يبنون بلد بالمطار
وطين، والاطفال قوه يطبون. ثالث شيء ثاني، رواتب ماكو للمعلم طبعا، شلون يجي المعلم يعني يعلم الطلاب؟ اعصابه تالفه، امور الحياه صعبه، هم جو ظلامين ذولا، ذولا ما يخدمون شعب ولا يبنون بلد. يعني الدول شافت قبل الدول تجي تتعلم من عندنا، من طيارين، من اطباء، من ثقافيين. هسه البلد نزل ادنى مستوياته، ولذلك هذول ما يبنون بلد. اخوي افل يعني هسه اشوف الاطفال بالطين، هاي التعفير ما التعفير، وما مهتمين بالطالب ابدا. يجي الطالب يكره حتى الدراسه، شلون يوصل المدرسه وبالطين هذا؟ الرحلات تعبانه، الوسائل التعليميه ماكو، يعني شلون يبنون بلد؟ وهي اكثر على اساس يبنون مدارس كل الفلوس اقمطوها هم، يعني يفرشون المدرسه غير تبنوها، لا يسووها بمول، يسووا غير شيء، بيعوها بيناتهم. ولذلك هم هذول ظلاميين، لا يعرفون، لا ما لهم علاقه بالبلد، ولا هم من اهل البلد، نعم، ولا هم يعرفون شنو العراق. هذول جاي منا كشايلين حقد، حقد العجم، حقد اسرائيل، حقد امريكا، حقد بريطانيا، حقد فرنسا، كلهم هذول جايين يدمرون الجيل هذا، الجيل العظيم اللي بنى يعني صروح عظيمه. ولذلك هذول ما يبنون بلد. يعني واحد من عندهم بيقول لك انا والله شنو هو؟ همشي جيبي فلوس، شكو على جيش ابن البلد. هذول مو اهل البلد ولا عراقيين ولا لهم صله بالعراق. يعني شوف اطفال هذا مو يعني ما يتمرض بالطين هذا والامراض اللي بيها. هذول اخي افل مو عراقيين ولا ينتمون للعراق ولا لهم عرس بالعراق. هذول عجم تافهين يعني همهم بس اللطم، اعطيني لطم وزياره الزيارات. هذول عمرهم ما يبنون بلد، والله يستر على الجيل هذا. نعم. وانا اشكرك اخوي. شكرا يعني. شكرا لك ابو حسن. رحيم من بغداد، حياك الله يا رحيم. رحيم انقطع الاتصال ويا الاخ رحيم. يعني كل اللي قالوا الاخوان في البرنامج هم مستغربين، وصح هي حاله تخلي الواحد يستغرب انه صدق المدرسه او المدرس او المعلم او المدير او المعاون او المشرف دول كلهم يعني وين كانوا من انسدت باب المدرسه واكو صف كامل جوا؟ ادري ما سمعت صوت، كانوا نايمين جوا. هي كلها هاي تخلي الواحد يقوم ما يعرف ايش يحكي بهذا الموضوع. بالنسبه الى رسائل الواتساب اللي وصلتنا للبرنامج، اول رساله وصلتنا اليوم تقول: السلام عليكم، انا اخوتكم من بغداد، زوجي واولادي اخذوهم من تحرير الموصل، ولحد هسه ما نعرف عنهم اي شيء، وين ما نروح ما ينطون الصدق، والله العظيم ملينا، وين وعود مصطفى الكاظمي بالعفو العام؟ والله زوجي مريض غدد سرطانيه واولادي بعدهم صغار بالسن وهم ابرياء، واخذوهم ظلم بظلم، الله اكبر على كل ظالم، ولدنا قاعد تموت من الامراض يوميا. رساله اخرى تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كما عرفنا ونحن صغار العلم في الصغر كالنقش على الحجر، كيف ستنقشون العلم في رؤوس الاطفال وهم هكذا يحبسون بالمدارس؟ رسالة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أسأل سؤال واحد، هاي الحادثة اللي صارت اليوم بالمدرسة طلعتوها عندكم بالرافدين، لو صايرة بأي دولة بأوروبا أو بأمريكا أو بأي مكان بالعالم ما كان شفنا شيء؟ نتمنى يجي رئيس كوريا الشمالية وهو اللي عاقبهم بنفسهم. رسالة أخرى تقول: كنت في بلد نظيف وآمن وأمان وكرامة، دمرتوا بديكم، لو سمعتوا المثل المصري ومشيتوا عليه كان أفضل، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، الله يكون في عونكم ما يساهل العراق. رسالة أخرى تقول: مساء الخير قناة الرافدين العظيمة، وين كاظمي خالي يشوف الطلب الصغار محجوزين، لو بس ينتظر الانتخابات، حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة الفاشلة، ونشكر كل كادر بالرافدين. فاتن من ألمانيا. رسالة تقول: أرق تحياتي لكم يا قناة الرافدين. يعني القضية وما بيها واقع التعليم بالعراق، احنا سمعنا قبل فترة من الزمن انه خرج من معايير التصنيف الدولية وقاموا ما يحسبون العراق من ضمن ذني الدول اللي هو ما بأبسط مقومات التعليم بالعراق. شفنا مدارس طين وراء 2003، شفنا مدارس بيها طلاب فوق 80 وفوق 70 طالب،
شفنا مدارس ما بيها شبابيك، وشفنا مدارس ما بيها صبورات، وشفنا مدارس ما بيها رحلات، وشفنا مدارس ما بيها كتب، وطلاب ما يعرفون وين يطون وجههم ومنين يقرون أو منين يتعلمون. شفنا مدارس بها أساليب تعليم غير صحيحة، وشفنا مناهج تدريسية انذبت بالزبل، بس توصل إنه نشوف مدرسة تحبس الطلاب بها، والله واقفة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة برنامج صوتكم باشر. في أمان الله.